الخبر الأبرز مصريا ومحليا، وهو زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وأيضا بطبيعة الحال الأجرة على السيرفيس والتاكسي. اليوم السابع تحديدا نشرت تفاصيل الأرقام والزيادات وفق ما أقرها مجلس الوزراء اليوم، وهي زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارا من النهاردة من صباح اليوم. القائمة ضمنت الوقود والمحروقات وتحريك أسعارها، بما بالتالي يعني القائمة الجديدة للأسعار بعد تحريكها: سعر البنزين اللتر 80 كان ب 235 قرش، أصبح 3.65 جنيه. سعر السولار أصبح كان 235 قرش، أصبح 3.65 جنيه. سعر اللتر البنزين ال 92 كان ب 350 قرش، يعني 3.5 جنيه، أصبح ب 5 جنيه. أيضا تحريك لأسعار البوتاجاز من 15 جنيه ل 30 جنيه للأسطوانة. دي الأرقام الرسمية اللي تم نشرها في الصحافة المصرية، وتم إعلانها أيضا في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، واللي كان بحضور وزير البترول مهندس طارق الملا، اللي عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه التفاصيل، تفاصيل زيادة أسعار الوقود والمحروقات، واللي بتأتي ضمن الخطة اللي أعدتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وأيضا لضبط الموازنة العامة وإعادة هيكلة الدعم. وعشان كده التوقيت ربما أنه مع السنة المالية ومع دخول الموازنة العامة كان لابد من الإعلان، وكان هناك تمهيد الحقيقة، والجميع يعلم يعني ليس هناك مفاجأة في هذه الأسعار أو في هذه الزيادة تحديدا. وأيضا تم نشر تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسي بعد تحريك أسعار الوقود، وتم نشر تفاصيل التعريفة دي لركوب سيارات الأجرة والتاكسي ونقل البضائع أيضا في المحافظات المختلفة، وده وفق للتقديرات اللي وضعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللي ابتدع في الاعتبار معايير الاستهلاك دي شكل الجداول في كل المحافظات والركاب، يعني سيارة عدد كام راكب، يعني مثلا السيارة السيرفيس بتاعت 14 راكب زادت قد ايه وكانت قد ايه، الاوتوبيسات الصغيره النقل تحديدا وحمولاتهم قد ايه والزياده قد ايه، عشان الدنيا تتوافق مع زياده اسعار المنتجات البتروليه. كل هذه الجداول منشوره بشكل واضح علشان الناس تبقى فاهمه الزياده قد ايه، ولكل نوع من انواع هذه المركبات تحديدا اللي عشان الناس ما يحصلهاش حاله استغلال. تم الاعلان بشكل واضح من جانب إدارة المرور، مرور القاهرة تحديدا، أنه هناك حملات هتكون مكثفة على كل المواقف بتاعة سيارات السيرفيس أو النقل أو مواقف اللي فيها الأوتوبيسات الكبيرة أو الصغيرة لنقل الركاب، علشان ما يتمش أي استغلال زي ما مع الأسف أحيانا بيحدث، أنه بعض السواقين بيقوموا باستغلال ما يحدث ويقولوا أصل زادت الأسعار، فيضرب السعر في 3 وفي 4 كل واحد على مزاجه، ويبقى الأسعار كل واحد بيحط التعريفة اللي عايزها، وفي النهاية بدل ما محدودي الدخل يتم التعامل معاهم بأنه صحيح حصلت زيادة ربما لن تؤثر بشكل كبير على محدودي الدخل، ربما تؤثر على المتوسطي الدخل أكثر أو اللي دخلهم عالي. وعلى الجانب الآخر يعني لا يجب أن ننسى الحقيقة، ودي حاجة مهمة ويمكن هتفوت ناس كتير أنها تتكلم فيها النهاردة، أنه كان في 7 قرارات تم اتخاذهم يوم 20 يونيو بشكل واضح لو حضراتكم تفتكروا، كان أبرزهم زيادة المعاشات، دعم التموين اللي زاد بشكل واضح من 21 جنيه ل 50 جنيه، الزيادة كانت 140% عشان بس تبقى الأمور واضحة، المعاشات التأمينية زادت بنسبة 15%، وده اتطبق خلاص مش لسه هيتطبق، عشان بس الأمور تبقى اللي بيتكلم عن محدودي الدخل لازم نتكلم في تأثير في زيادة، لكن على الجانب الآخر في بعض الإجراءات بيتم اتخاذها لحماية محدودي الدخل، يعني قرارات تمت بالفعل وقرارات لسه في الطريق. القرارات اللي تمت بالفعل عشان ما ننساهاش دلوقتي لسه من كام يوم، 15% زيادة في المعاشات التأمينية، بطاقات التمويل بدل ما كانت 21 جنيه بقت 50 جنيه الدعم النقدي للفرد، زيادة قيمة الدعم النقدي المستحق بتاع برنامج تكافل وكرامة 100 جنيه شهريا ل1,750,000 مستفيد، وبالتالي يعني في اجراءات تم اتخاذها علشان لما تحصل هذه الزياده بتؤثر بشكل او باخر على بعض من محدودي الدخل، ولكن في كمان اجراءات تمت قبل كده علشان الامور تبقى الى حد ما فيها توازن.
وهي اجراءات خاصه بالاصلاح الاقتصادي اللي كلنا نعلم انه هنمر بهذه المرحله الصعبه، ما فيش سر على حد، وكل كان عارف انه ده هيحصل. ليه تم الاختيار اليوم؟ لانه له علاقه بفكره الموازنه، اللي يتم مشاكل في حسابات الموازنه وما الى ذلك. اقرار العلاوه الدوريه للمخاطبين بقانون الخدمه المدنيه، دي من ضمن الحاجات اللي اتخذت بنسبه 7%. العلاوه الدوريه لغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه اللي كانت بقدر 10%، بس بفكر حضراتكم بالحكايه دي. اعفاء نسبه خصم ضريبه الفئات محدودي الدخل بقيمه 7 أو 8 من 7 ل 8 مليار جنيه. اللي عمل بضريبه الاطيان الزراعيه، لو حضراتكم تفتكروا التوقف فيها لمده 3 سنين علشان تخفيف شويه الاعباء الضريبيه عن القطاع الزراعي، وبالتالي في اجراءات تم اتخاذها وتم الاعلان عنها يوم 20 يونيو بشكل واضح، واليوم تم الاعلان عن هذه الزيادات وتحريك الاسعار سواء في المواد البتروليه وايضا فيما يخص السيارات السيرفيس والنقل الركاب والبضائع. في مفترض، وهو ده الاهم الحقيقه في المرحله اللي جايه، رقابه شديده جدا من جانب ادارات المرور كي لا يتم استغلال الزياده، انه بدل ما المفروض يزود كذا هو هيزود اكتر ويقول لك اصل البترول اصل السولار اصل. فالرقابه هتكون مهمه جدا لتخفيف حده تاثير هذا التحريك لهذه الاسعار على بعض محدودي الدخل، الى جانب القرارات اللي تم اتخاذها قبل كده.